من الاكلات الحلوه جدا المحبوبه في الحقيقه على مستوى العالم كله، خصوصا مصر، البطاطس. البطاطس دي من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه، مش بس عشان هي سلعه لا تخلو منها المائده ولا المطاعم المصريه، لكن كمان لان هي داعمه للاقتصاد الوطني، وبتحتل المركز الثالث في الصادرات الزراعيه المصريه باكثر من 425 الف طن سنويا. كمان بنحقق منها الاكتفاء الذاتي. الزميل خالد كامل في اليوم السابع خد مجموعة من الصور العظيمة لموسم حصاد البطاطس وشكلها في غاية الجمال. من ناحية تانية، وزارة الزراعة عندها معامل على أعلى مستوى لمكافحة العفن البني في البطاطس، وده اللي يخلينا نقول كمان نصايح للفلاحين اللي في الصور ازاي يكون انتاجهم اكبر وافضل. وده من المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين. صباح الورد على حضرتك. الو، صباح الخير. صباح الورد. عايزين نعرف من حضرتك اهم وسائل التوعيه. الحقيقه يعني في البدايه خلينا بس يعني نهني مصر كلها بقيادة الشرطه في خمسه رئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الزراعه والشعب المصري، ونهنيكم واخدنا بخلص شكر لقناه سن، لان الحقيقه دايما متواجده معانا في الاهتمام بكل اخواننا المزارعين. محصول البطاطس من المحاصيل اللي بتتاثر درجات الحراره المنخفضه، ولذلك لا تنتج تقاوي في مصر وانما تاتي التقاوي مستورده من الخارج. الحقيقه وزاره الزراعه بتعمل حزمه من الاجراءات لضمان حصول المزارع على اعلى انتاجيه. تبدا هذه الحزمه من الطلبات المقدمه لاستيراد التقاوي، حيث يتم فحص هذه التقاوي بمعرفه الجهات البحثيه المتخصصه زي معهد رؤوس امراض النبات والحجر الزراعي والاداره العامه للخضر بوزاره الزراعه والعديد من الجهات، ثم يتم طرحها في الاسواق لاخواننا المزارعين لتباع تحت اشراف الاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي، حتى لا يحدث ما يسمى بالغش التجاري لاخواننا المزارعين من بعض ضعاف النفوس. بمجرد ما المزارع بيحصل على التقاوي المعتمده والسليمه ويقوم بالزراعه، بياتي دور القطاع الارشاد الزراعي ممثلا في الاداره المركزيه للارشاد الزراعي والاداره المركزيه للبساتين والمحاصيل الزراعيه لعمل عدة لقاءات وندوات إرشادية على مستوى القرية مع أخواننا المزارعين، وننقل خبرات مزارع أنتج وعنده خبرة في السنوات السابقة إلى مزارع بيزرع جديد لأول مرة، وننقل التجارب العلمية والبحثية ونبقى مع أخواننا المزارعين أولا بأول. علشان يحمي المزارع محصوله من التغيرات المناخية، يستلزم ذلك أنه يستخدم مجموعة من الأسمدة والمخصبات والمغذيات ومحفزات النمو، لأن البطاطس برانات بتزرع تحت الأرض، وبالتالي يحتاج إلى تقديم جرعة تسميدية متميزة. هذه الجرعات بنتيحها لإخواننا المزارعين من خلال منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في ربوع مصر، سواء كان عن طريق المجالس الزراعية المتخصصة التابعة للإرشاد الزراعي أو الجمعيات التعاونية الزراعية أو الهيئة الزراعية المصرية، بحيث نضمن أنه يحصل على الأسمدة التي تأتي بنتائج طيبة. وأيضا نتيح له المبيدات الفطرية، لأنه بعد هطول الأمطار دائما تحدث بعض الأمراض الفطرية التي تتطلب العلاج، فبنوفر لإخواننا المزارعين عبر منافذنا المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة والتي تنتج بمعرفة شركات متميزة ومعروفة ولها اسم وتاريخ، حتى نضمن ان المزارع لا يتعرض الى اي مشكلات. الحقيقة مصر بتصدر من بطاطس حوالي 600-650 الف طن سنويا. بنزرع في هذه العروة الصيفي اللي بدأت زراعتها من ديسمبر المنصرم، نزرع حوالي 220 الف فدان تقويها مستوردة. هذه العروة تزرع بالتقاوي المستوردة لانتاج تقاوي للزراعة من العروة الشتوية التي ينتج منها محصول للتصدير. أيضا بنزرع مساحات من وأصناف معينة للتصنيع زي الشيبسي وما إلى ذلك. الحقيقة هي منظومة متكاملة مع بعضها البعض، هدفها في النهاية زيادة إنتاجية الفدان لدى المزارع، تعظيم استخدام الموارد المتاحة، فتح آفاق تصديرية، والأهم من ذلك أن المواطن المصري يحصل على السلعة في الوقت المناسب وبالسعر الذي يتناسب، تماشيا مع سياسة الدولة في رفع أي مشكلات أو أي أعباء عن كاهل المواطن. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.